إلى كابراري مونزا، مباراة بدون فرص حتى الآن منذ هدف الملغي، لكن أمامنا فرصة خطيرة خطيرة. جول 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 تشوريا، تشوريا يسجل لبيانكو روسي هدف في الدقيقة 18، فعلها الظهير. النتيجة 2-1. هذه كرة وانطلاقة موجودة لناتو غوسو، طلق فيها مونزا يحاول أن يسجل هدف ثاني لبيانكو روسي في الهجوم. لبيانكو روسي، الله يا ريناتو، الله 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 يا داني، الله يا داني، مش ممكن، الله على المتعة، الله على المتعة لبيانكو روسي. 2-0 2-0 لبيانكو روسي. مونزا يسجل هدف ثاني، يسجل هدف ثاني عن طريق البرتغال.